سئمت تكاليف الحياة ومن يعش، ثمانين حولاً لا أبالك يسأمي، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب، تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتمي، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله، على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يوفي ولا يذمم، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذمًا عليه ويندم، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وكائن ترى من صامت لك معجب سيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. سألنا فأعطيتم، وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم.